مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط. تخليكم مع الأجواء في المحيط هنا بمدينة الرباط لتشوفوا البحر اليوم طالع وهايج، ولسبب واحد الشخص أو واحد زائر اللي جا باش أنه يعني كما كنقول دائما يكتشف عظمة الخالق، وحتى كيتفاجئ بموجة اللي ضغطاته وضرباته وطاح، حكم أن المكان تتواجد فيه حجر اللي هو يعني صعيب، او المكان اللي هو صعيب. فالسيد راجل شويه مسن طاح على الوجه ديالو، والحاله الصحيه ديالو يعني استدعت على انه يضطروا عناصر رجال الامن الوطني اللي كيتواجدوا بعين المكان على انهم يتصلوا بسيارات الاسعاف، وداك الشيء اللي تم يعني تم النقل ديالو الى المستشفى من اجل تلقي العلاجات الضروريه، مما استدعى عناصر رجال الامن الوطني على انهم يدخلوا ويطالبوا من كل الزوار وكذلك الصيادة اللي كيتواجدوا بجنبات البحر على انهم يغادروا المكان او يرجعوا للخلف. طبعا احنا كنشوفوا ان البحر طالع اليوم، وهنايا كنشوفوا يعني كما كنقولوا البحر ما فيهش ثقه، هنايا كنشوفوا هو البحر هادئ، هو عادي حتى كتضرب الموجه او حتى كتباغتك موجه بشكل مفاجئ، يعني كتوصل حتى لهذا المكان هذا. كيف ما تشوفوا معنا هذاك الصياد راه مشى وعنده عناصر رجال الامن الوطني وكذلك بعض الزوار اللي كيتواجدوا في مكان اللي هو نقطه سوداء، مشاو عندهم عناصر رجال الامن الوطني وطلبوا منهم على انهم يغادروا. طبعا غادروا اللحظه اللي كانوا حاضرين عناصر رجال الامن، ولكن رجعوا لنفس النقطه. هنا كيشكلوا خطر على نفوسهم هما في حد ذاتهم، هنا يعني كما قلت لانه هو البحر هادئ الان، ولكن كتكونوا موجات اللي كيكونوا مباغي، يعني كتجيك موجه مباغته اللي ما كتكونش انت يعني متوقعه انها غادي تكون، وكما سببات السيد انها طيحاته طاح بسبب موجه واللي جا على الارض، والارض كيف ما كتشوفوا يعني الحجر ديالها اللي هو صعيب، فيه الريوس ديالو قاصحين ماضيين. ودابا تم نقل السيد على مستوى سيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل تلقي كما قلت العلاجات الضرورية، خاصة المزيد من الحيطة والحضر في مثل هاد الحالات هذا. هنا غادي نشوفوا هنا كتكون يعني جو عادي، أنا حاول باش ما نقربش أكثر، كتكون الوضعية عادية حتى كتكون موجة اللي ما تتكونش يعني باينة بعين المجردة، حتى كتباغتك كيف ما تشوفوا معنا على المباشر. هنا كنشوفوا الصياد اللي كما قلت كيشكل خطر على النفس على راسه، ومع العلم على ها انتم يعني تقدر مثل هذه الموجه هذه راه تجروا كما جرت السيد قبل قليل هذا الصياد هذا اللي تدخلوا قبل قليل عناصر رجال الامن الوطني اللي كانوا في المكان من بعد ما اتصاب السيد بسبب موجه اللي بغتاته وطاح ورجع يعني كله كدمات، و وتدخلوا وطلبوا منه وطلبوا كذلك الناس اللي كيتواجدوا في هذا المكان هذا. طبعا كان المكان عامر بزاف، كان ممتلئ، استجبوا النسبه ديال 80% استجبات لنداء عناصر رجال الامن الوطني وانسحبوا، خواوا المكان وكاين اللي رجع، ولكن من بعد ما عناصر رجال الامن الوطني يعني حتى هما مشاو عاد رجعوا هاد الاشخاص هادو او بعض الاشخاص اللي كنعتقد على انه هاد الحاله هادي كتشكل عليهم خطر. يعني هاد السياد هذا علاش كنقول كتشكل خطر؟ لانه كاينين بعض الموجات اللي تيجيو يعني موجه كتجيك مباغته، يعني ما كتكونش في الحسبان، حتى كتكون موجه كبيره وكتفافيك، يعني ما كتبقاش عارفه شنو غدير. ومثل هاد الحالات هادي رصدناهم العديد من المرات، شحال من واحد نتمنوا ربي يحفظ هاد السيد، الله يحفظه وينجيه والله يستره والله يهديه على نفسه هي الاولى، لانه مسكين هو ما عارفش بان البحر ما فيهش ثقه، رغم انه راه كنظن بحار بما انه كيستعمل هو براسو هارب، راه ناض باش غادي يهرب. هو راجع اللور، بدا كيتراجع شويه بشويه لان البحر غادي كيجهد.
لان كما قلت مشاهدي مشاهدي قناه شوف تيفي، قبل قليل احد الزوار اللي كان كيكتشف او اللي كان كيستمتع بعظمه الخالق سبحانه وتعالى واللي بغتاته موجه وطاح، واللي الحاله الصحيه ديالو رجعت كلها كدمات ورجع يعني كان يعني مضطر على انه يتم النقل ديالو للمستشفى، وتم يعني اتصال بسياره الاسعاف من طرف عناصر رجال الامن الوطني اللي كانوا كيتواجدوا بعين المكان، ومما جعلهم انهم يطالبوا من كل كيتواجد في هذه المنطقه هذه اللي كانت عامره وبزاف على انهم سواء ينسحبوا او لا يرجعوا للخلف. طبعا الكل استجب للطلب الا القليل. هنا كنشوفوا هذا الشخص هذا اللي نتمناو السلامه الصحيه ديالو، نتمناو انه يعرف بانه كيشكل خطر على نفسه، خصوصا ان البحر ما معاهش ثقه. دابا حنا كنشوفوا انه كاينين موجات اللي هما هادئين، موجات هادئين وجو عادي، حتى كتلقى واحد حتى كتجي موجه كبيره مباغته كتفاتي الواحد اللي تيكون حداها حقيقه. يعني هادشي اللي وقع للسيد قبل قليل واللي ما كانش كيعتقد بان غتقدر ان العلو ديالها غيطلع حتى لهاد الدرجه هادي يوصل لعنده.